بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع نبي الله تبارك وتعالى هود عليه السلام، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن هود عليه السلام وأنه جاء إلى قومه وأنذرهم إلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبينا أن هذه الدعوة هي الخط العريض وهي الكلية الكبرى في كل دعوات الأنبياء عليهم السلام. كل دعوات الأنبياء كانت تركز على هذا الخط، وبينا أن كل الأنبياء سنرى كل الأنبياء يقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا التكرار دليل على أهمية هذه القضية، دليل على الخلل الأكبر. لهذا نحن نرى أن أي إصلاح في أي مؤسسة سواء كانت دينية أو اقتصادية أو سياسية، دائما إصلاح القواعد الكبرى والأساسات، فإذا صلحت الأساسات والأصول والقواعد سيكون إصلاح الجزئيات بعد ذلك أمر هين. فلهذا لابد من إصلاح الكليات، حتى في حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي أو قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم. فإنهم، وجاءت هنا إن الشرطية، إذا وافقوا على بناء القاعدة الكبرى ثم بعد ذلك تأتي القواعد التي هي أقل منها والجزئيات والفروع. فإذا الكلية الكبرى في كل الدعوات التي جاء الأنبياء بها هي كلية الدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، ما لكم من إله غيره. ولم يقل القرآن ما لكم من رب غيره، لأن كما قلنا أن الرب معروف. الجاهلية الأولى، كل الجاهليات كانت تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا قوم عاد ماذا قالوا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. لم ينكروا وجود الله عز وجل وأنه الخالق والرازق، كانوا يؤمنون بذلك، لكن كان اعتراضهم على أن ينفرد الله بالعبادة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، كان هذا هو الاعتراض، وكانت هذه هي دعوات الأنبياء لأجل تصحيح هذا الاعتراض، هو أن يفردوا الله سبحانه وتعالى. لأن الكبراء، لأن الملأ، لأن الساسة والقادة دائما يريدون من الشعوب، دائما يريدون منهم أن يدورون في فلكهم، أن يدورون في مصالحهم، حتى من المرجعيات الدينية في كثير من الطوائف نجد منهم أنهم يريدون للناس أن يدخلوا إلى الباب، أن يدخلوا إلى ساحة الله سبحانه وتعالى عن طريقهم. جاء الإسلام يقول للناس لا، تستطيع أنت أيها الإنسان أن تصل إلى ساحة الله سبحانه وتعالى، أن تتعلق بالله دون الحاجة إلى وسيط، لا نبي ولا ملك ولا شيخ ولا قس ولا غير ذلك، بل الله سبحانه وتعالى، ولا مرجعية دينية ولا غير ذلك، ولا ولي ولا نبي ولا غير، إنما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تحتاج إلى مكان تقر فيه، تعترف به بذنوبك. إذا أخطأت الله سبحانه وتعالى يقول لك أن ترجع إلى الله، تستغفره وأنت في مكانك بفكرك بلسانك. هذه هي فلسفة الإسلام الكبرى في قضية التوحيد، القضاء على الوسائط. كل الوسائط في كل الأديان كان الهدف منها استغلال الضعفاء، استغلال الناس، جعل الناس عبيدا لهم. لهذا كان استنكار قوم هود عليه السلام، كان استنكارهم أجئتنا لنعبد الله وحده، كان هذا الاستنكار هو الاستنكار الأكبر.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أيضا من المزايا التي يتميز بها الأنبياء والدعاة أنهم لا يأخذون على ذلك أجرا حتى لا يكون هذا الأجر شبهة في قبول الحق، وكأن النبي يبيع لهم هذا الدين وهذه الدعوة وهذه الهداية. جاءت هذه الآية لتؤكد، الأنبياء يؤكدون لهم ما لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذه من طبيعة الإنسان، الإنسان دائما في أي عمل، حتى في أي عمل ديني، الإنسان لا يحفزه إلا الأجر، لابد له من أجر يأخذه. فهنا الأنبياء بيّنوا لهم أن الأجر ليس هو الأجر الدنيوي، وإنما هو الأجر الأخروي، هو الأجر من الله تبارك وتعالى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يبين لهم هود عليه السلام الطريق، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لا تحتاج لا إلى بناء كنائس، ولا إلى بناء مساجد، لا إلى بناء مراقد، ولا إلى بناء مقابر يأتيها الناس يرجعون إليها يسألون الله الدعاء عندها يلجأون، لا، وإنما الأمر في غاية السهولة والبساطة. قال ويا قوم استغفروا ربكم، فقط استغفار، والاستغفار هو التبرؤ من الذنب، هو التبرؤ من المعصية، وهي الرجوع إلى الله ثم توبوا إليه، تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. العاقبة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا كما جاء أيضا في سورة نوح، ذكرنا أن الاستغفار والتوبة والرجوع هي سبب من أسباب الرزق، وهي باب من أبواب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى روي عن علي رضي الله عنه أن جاءه رجل قال نريد غيثا من السماء، جاء قال له استغفر الله، جاء آخر قال أريد مالا قال استغفر الله، قال آخر أريد ولدا أريد بنينا فقال استغفر الله، ثم ذكر قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا هو العلاج الأمثل لكل ما يريده الإنسان ويلجأ إلى ما يريده الإنسان من الله، هو أن يستغفر الله ثم يتوب إليه. فهذه البساطة في شرح التوحيد، في شرح العقيدة البسيطة التي اليوم أصبحت للأسف معقدة، وأصبحت هناك كتب ورسائل بالمئات وبالألاف، قد تكون للمختصين، لكن لعامة الناس للدعوات الأنبياء جاءت في بكل هذه البساطة، بكل هذا التكرار، بكل هذه التركيز على القواعد الكبرى. عبادة الله، لا إله إلا الله، ليس هناك معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك وسائط، ليس هناك أنداد، ليس هناك أصنام، ليس هناك بشر، ليس هناك حجر، ليس هناك شجر، كل هذه الأشياء لا تكون ولا تجعل واسطة بين الله تبارك وتعالى وعباده. ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا لم تأتنا ببينة، ودائما مع أن هود عليه السلام جاءهم بآيات ومعجزات، لأن الله عز وجل ما من نبي إلا وأيده بكرامات ومعجزات حتى يقتنع الآخرون، لكن دائما كانوا يريدون وكانوا يشترطون أن يرقوا إلى السماء أو تأتينا بالله والملائكة قبيلة. كانت كل هذه البينات التي حينما يشعر الإنسان بال
الاستكبار والعلو والغرور يريد أن يكون شرط الإيمان هو أن يأتي الله تبارك وتعالى إليه وأن يقر كأن الله عز وجل يقر له بأنه هو الإله الواحد حتى يؤمن ويعتقد بألوهية الله تبارك وتعالى. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. نجد كل هذه العبارات تتكرر حتى اليوم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يهود كأن تهجمك على هذه الآلهة المزعومة اعترتك هذه الآلهة بسوء، أصابتك بسوء، فأنت غير موفق، أنت مصاب بالعين منها وبالسحر، لست موفقا في الحياة لأنك واجهت هذه الأصنام وهذه الآلهة التي هي وسائط كانت الجاهلية تلجأ إليها. ولهذا كل الأنبياء كانوا يوجهون إليهم هذه التهم، أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وغير ذلك، إذا جاءهم بهذه الدلائل وهذه الحجج وهذه البراهين. واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيضا نوح عليه السلام يعطف أن الله ربه ورب الناس أجمعين، فإن تولوا فقد أبلغتكم رسالات ربي، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فنبي الله هود عليه السلام لم يطلب منهم شيئا إلا أن يقروا لله تبارك وتعالى بالوحدانية. فلما أعرضوا، فلما استكبروا وعتوا عتوا كبيرا، حينما أقام الله تبارك وتعالى عليهم الحجة بدعوة هود عليه السلام، بعد كل هذا الصبر، كل هذا العناء، بعد ذلك نرى القصة في القرآن تأتي بالمشهد الآخر، وهو مشهد العقاب ومشهد الانتقام. ولهذا العقاب كان في الأمم السابقة، كان هذا العقاب في صورة صيحة تأتيهم من السماء، أو رجفة من الأرض، أو زلزال، أو غير ذلك. فكانت هذه العقوبات هي إنذارا لهؤلاء الناس، ومع ذلك تكبروا، ومع ذلك تحدوا الأنبياء، قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكل هذا دليل على العناد وعلى الجهل. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. لما جاء أمر الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يعطينا إشارة بأن الأنبياء لا يملكون من أمرهم شيئا، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى. ونجينا الذين آمنوا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. برحمة من الله، فالهداية هي رحمة من الله، ليست إنجازات من الإنسان أن يغتر بأنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى من أن يكون على طريق الحق، فهي رحمة. الإنسان يجب أن يتذكر أنها رحمة من الله، وأنها منة من الله، وأنها ليست من إنجازات الإنسان الصغير. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عاد جحدوا آيات الله، جحدوها وعصوا رسله. قيل أن هناك رسلا قد أرسلوا إليهم، وبعض المفسرين قالوا، وهذا المعنى هو الذي تطمئن إليه النفس، قالوا وعصوا رسله بمعنى
عصيان رسول كأنه عصيان لكل الأنبياء. لهذا جاء الإيمان اليوم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا دليل أيضا على وحدانية هذا الدين، وعلى أن الدين واحد، وعلى أن العقيدة واحدة، وعلى أن التوحيد واحد. الاختلاف بين الأنبياء كان في الشرائع، لكن في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الألوهية الله، في باب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالطاعة، بالاستعانة، بالاستغاثة، باللجوء إليه، بالتوكل عليه، كلها كانت دعوات الأنبياء، كانت كلها واحدة. لهذا نرى نوح عليه السلام كيف ناجى ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربي لا تذرني فردا، ربي إني أسكنت من ذريتي، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نرى القرآن حتى في هذه الدعوات، نرى القرآن كيف يعبر عن كل نبي، كيف كانت دعوات الأنبياء. لهذا اليوم نحن اختلفت المدارس اليوم، واختلفت طرق الدعاء. نحن اليوم نحتاج إلى أن نعود التجديد اليوم في عبادة الله، أن نعود إلى القرآن. القرآن اليوم يبين لنا كيف نعود إليه في طريقة الدعاء. نفتح على القرآن، نحن في رمضان نقرأ القرآن كيف كان الأنبياء يدعون، نجمع هذه، هناك كتب ألفت في دعاء القرآن، ندعو من خلال هذا القرآن، فهو أفضل أنواع الأدعية. أيضا ما ورد في السنة الصحيحة حتى نحسم الخلاف والجدل، وأن يعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، كل الأنبياء فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. أيضا سورة الشعراء جاءت بمشهد آخر: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. أيضا جاءت صيغة الجمع كأنهم كذبوا كل الرسل: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تكبرتم مع أنكم مكنكم الله، فتح لكم الأبواب وبنيتم هذه المباني وهذا العلو، إلا أنكم كفرتم بالله تبارك وتعالى فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيضا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه هي قصة هود عليه السلام. هذا هو المشهد: دعاهم إلى الله، دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، إلى نبذ الوسائط، دعاهم إلى أن يعودوا، ذكرهم بنعم الله، ذكرهم بما بنوا واتخذوا من مصانع ومن بيوت ومن مباني فارهة وأترفوا فيها، إلا أنهم كذبوا وأعرضوا فأخذهم العذاب وهم لا يشعرون. إلى هنا نكون قد أنهينا قصة هود عليه السلام، وإلى لقاء جديد في قصة جديدة مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you.